بسم الله الرحمن الرحيم. ريفيجن كده بسرعه. الاول على الدي ان اس دومين نيم سيرفيس او سيستم او سيرفر وات ايفر. والسيرفر ده لو نفتكر كده كان شغال على بورت 53 مره تي سي بي ومره يو دي بي. تمام. نرجع كده الاول عليه وبعد كده عشان نفتكر كمان امتى بيشتغل تي سي بي وامتى بيشتغل يو دي بي. لو انا عندي دلوقتي هنا كلاينت على سبيل المثال، الكلاينت ده عايز يدخل على موقع معين، طبعا الاسهل يدخل بالاي بي ولا بالاسم؟ بالاسم. لكن احنا عارفين من زمان ان في الباك جراوند كل حاجه في حياتنا بتشتغل بالاي بي. تمام. يعني الكلاينت دلوقتي عايز يدخل على موقع زي ياهو دوت كوم زي ما اتفقنا، هو ما معوش الاي بي بتاع ياهو دوت كوم، فكان لازم الاول يروح للسيرفر تاني. السيرفر ده بيبقى عباره عن جهاز عليه اوبريتنج سيستم زي ما اتفقنا، طبعا في حالتي هيبقى ويندوز سيرفر، عليه داتابيز، علاقه كده ما بين الاسامي النيم وايه كمان والاي بي. يعني على سبيل المثال هيبقى موجود جواه ان الياهو الاي بي بتاعه 11001، ان جوجل مثلا ان الاي بي بتاعه 12001. تمام. فالكلاينت في البدايه خالص هيروح للدي ان اس سيرفر، يقول له بقول لك يا دي ان اس سيرفر، ما تعرفش الله يكرمك المعلومه بتاعت ياهو دي عباره عن ايه؟ هيرد عليه ان هو عايز يروح لياهو دوت كوم. تمام. يقوم ساعتها الدي ان اس سيرفر يرد عليه يقول له خد الاي بي اهو بتاع الياهو اللي هو 11001. الكلاينت بقى معاه الاي بي دلوقتي بتاع الياهو ولا لا؟ يروح طالع على الموقع بتاع الياهو بايه؟ بالاي بي. تمام. خلاص بقى معاه الاي بي، وطبعا كل ده ترانسبيرنت بالنسبه لليوزر. اليوزر اصلا مش شايف اي حاجه، هو جاست ان اليوزر فتح البراوزر كتب www.yahoo.com انتر خلاص. تمام. طب انا عندي كميه دي ان اس سيرفرز كتيره جدا، ممكن مثلا استخدم الدي ان اس اللي عندي في الشركه، ممكن استخدم الدي ان اس بتاع السيرفيس بروفايدر، ممكن استخدم بابليك دي ان اس سيرفر. ايش اعرف جهاز الكمبيوتر ان الدي ان اس ده بالذات هو اللي هيستخدمه؟ لان احنا واحنا بنعرف الاي بيهات في خانه الاي بي زي مثلا هفترض انه كان 10001، في خانه الدي ان اس هكتب له عنوان الدي ان اس سيرفر. تمام. يعني انا بفترض دلوقتي ان الدي ان اس سيرفر ده الاي بي بتاعه 10002. تمام. طبعا وانا بحط الاي بيهات على اجهزه الكلاينتس، يعني لو جيت دلوقتي هنا على اجهزه الكلاينت بتاعي طبعا هدخل كادمستريتور بس لسبب واحد بس، عشان اقدر ان انا اعدل في الاي بيهات، انما العادي ما بتدخلش خالص كادمستريتور، المفترض ان الموظفين دايما بيدخلوا كايه؟ كيوزر عادي. تمام. لو انا جيت دلوقتي اظبط هنا الاي بي هات بروبرتيز تي سي بي اوفر اي بي فيرجن 4، تمام. طبعا كان اخر حاجه ان احنا قومنا عليه دي اتش سي سيرفر. لو انا حبيت ان انا احط الاي بي هات بي اي دي سي مثلا 168.1.150، واديله بس دلوقتي جيت واي عشان انا عايزه دلوقتي اتاكد ان المكنه دي فعلا هتطلع انترنت، واديله دي ان اس ايه بتاع اللي هو الدومين كنترولر بتاعي. ما هو الدومين كنترولر بتاعي في حالتي دلوقتي هو نفسه الدي ان اس سيرفر. تمام. طيب لو انا دلوقتي حطيت الاي بي هات ستاتيك زي ما انا عملت كده، من حقي ان انا احط كام دي ان اس سيرفر كام دي ان اس هنا في الخانه بتاعت الدي ان اس؟ لا، ادفانسد دي ان اس اد 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 انليميتد. صح. ده انا حتى على الدي اتش سي بي سيرفر ذات نفسه لو نفتكر كده، لو جينا نفتح دلوقتي الكونسول بتاع الدي اتش سي بي وانا بظبط اصلا الاوبشنز اللي هتتوزع على الاجهزه بتاعه الكلاينتس. تمام. هفترض دلوقتي مثلا ان انا عايز اوزع على مستوى السكوب اوبشنز، لو جيت على السكوب اوبشنز كليك يمين كونفيجر اوبشنز في خانه الدي ان اس مثلا، انا ممكن اضيف قد ايه؟ براحتي. تمام. يبقى الكلاينت ممكن ان انا احط عليه اكتر من دي ان اس سيرفر، فهو بيروح للاولاني رد عليه خير وبركه. تمام. ما ردش عليه يروح للتاني، ما ردش عليه يروح للتالت، بس يعني عاده اتنين مور ذان انف، اتنين كويسين جدا. تمام. طبعا الموضوع اكبر من السيناريو اللي احنا بنتكلم فيه ده بكتير. تعالوا نشوف سيناريو تاني بقى كده اكبر شويه. هفترض دلوقتي ان ده سويتش، والسويتش متوصل عليه مجموعه من اجهزه الكمبيوتر بتاعتي. تمام. عندي هنا جهاز A، عندي هنا جهاز B، وكل جهاز اكيد ليه اي بي 10001 10002.
الاجهزه دي انا عايزاها ان هي تدخل على بعض بالاسم. تدخل على بعض يعني ايه؟ شير مثلا لما كنا بنفتح قائمه ران باك سلاش باك سلاش، تمام؟ انا كنت دايما بكتب هنا ايه لما كنت عايزه ادخل شير؟ مش شرط، لا يا مي بي دي سي صح، انتر دخلني على الشير. ليه دخلني على الشير؟ لان في دي ان اس صح. فتاني انا عايزه اخلي الاجهزه تدخل على بعض سواء بقى شير او ريموت ديسكتوب او وات ايفر بالاسم مش بالاي بي. يبقى لازم يبقى في عندي في الشركه بتاعتي دي ان اس سيرفر، تمام؟ والدي ان اس سيرفر ده قلنا تاني ان هو علاقه ما بين الاسم والاي بي، يعني هيبقى جواه ان جهاز ايه اللي الاي بي بتاعه 10001 وجهاز بي اللي الاي بي بتاعه 10002، تمام؟ الجهاز ده ساعتها عايز يدخل على بي بيروح الاول لدي ان اس يترجم المعلومه وبعد كده ياخد الاي بي بتاع جهاز بي يروح له. بس الموضوع اكبر من كده، انا عايزه كمان ان الاجهزه بتاعت الكمبيوتر بتاعتي تطلع انترنت، تمام؟ هو انا هاجي على دي ان اس بتاعي اقعد ان انا اعمل عليه داتابيز بكل المواقع اللي موجوده على مستوى العالم؟ لا. امال في الباك جراوند اساسا الدي ان اس ده بيشاور على دي ان اس سيرفر تاني، تمام؟ اسمه روت هند. اسمه ايه؟ روت هند. وقلنا الروت هند دول عباره عن ايه؟ 13 سوبر كمبيوتر، تمام؟ متنطورين كده على مستوى العالم، وشفنا خريطه قبل كده ليهم، تمام؟ اساميهم هم 13 اساميهم من ايه لغايه الام. يعني لو جينا دلوقتي كده على دي ان اس سيرفر بتاعي، واخدين بالكم الاول صح هي مش ظاهره في الفيديو، بس يعني جهاز الكلاينت اهو طلع ايه؟ انترنت صح؟ انا مظبطه دلوقتي الاي بي هات، وانا دلوقتي مخليه اساسا المكنه بتاعت التن زي ما اتفقنا، المكنه بتاعت التن بتشاور على الدي ان اس ده. طب هو انا الدي ان اس ده اساسا بلاش من هنا عشان التهييس اللي بيحصل اصلا هنا، لو انا جبتها من هنا الدي ان اس هنا بيشاور على مين؟ على نفسه صح؟ امال ازاي اصلا السيرفر ده وازاي مكنه الكلاينت دي الاثنين طلعوا انترنت؟ لاني لو جيت دلوقتي فتحت اصلا الكونسول بتاع الدي ان اس، افتح الكونسول ازاي؟ يا اما من تولز وادخل على دي ان اس، يا اما من قائمه اصلا ران واكتب هنا دي ان اس مانجمنت دوت ام اس سي صح؟ لو جيت فتحت دلوقتي الكونسول بتاع الدي ان اس ده اسم الجهاز بتاعي اهو، كليك يمين عليه بروبرتيز هنلاقي في هنا تاب اسمها ها روت هندز صح؟ مش احنا اتفقنا ان هم 13 سوبر كمبيوتر اسميهم من ايه لغايه الام؟ طب انا هفترض ان في يوم من الايام زاد روت هند جديد، مفيش مشكله اد واضيف المعلومه بتاعت الروت هند الجديد ده، تمام؟ طب مثلا واحد من دول اتغير الاي بي بتاعه اديت، عايز امسح اي حاجه ريموف، مسحتهم وعايز ان انا اكبيرهم من سيرفر تاني، اقول له كوبي فروم سيرفر. بس عاده يعني مش عاده، انا عمري في حياتي ما احتاجت ان انا اديت في التابه دي، عمري في حياتي ما دخلت على التابه دي الا عشان بس نتفرج عليها بس مش اكتر، تمام؟ المعلومات بتاعت الروت هيلث دي موجوده فين؟ لو انا دخلت دلوقتي هنا تحت السي تحت ويندوز تحت سيستم 32 المسار فوق اهو تحت دي ان اس، تمام؟ هلاقي في هنا ملف اسمه كاش، هو شكله انون صح؟ لا افتحه عادي جدا اوبن ويز، وافتحه مثلا بالورد بيد مثلا او بالنوت بيد وات ايفر. تمام؟ مش اتفقنا ان هم 13 سوبر كمبيوتر من A لغايه الام، جايب لي كل سيرفر فيهم اهو واسمه، تمام؟ والاي بي بتاعه سواء الاي بي بتاعه فيرجن 4 او الاي بي بتاعه اللي هو فيرجن 6، تمام؟ الحروف دي هنفهم معناها دلوقتي باذن الله مش تقلقوا. دول هم ال 13 سوبر كمبيوتر، تمام؟ فنفتكر تاني كده للدقه كان ايه اللي بيحصل؟ المفترض ساعتها ان الكلاينت طلب معلومه من الدي ان اس سيرفر بتاعي، الدي ان اس سيرفر بتاعي مش عنده المعلومه، هيروح يطلبها منين؟ من روت هند. يقول له بقول لك يا روت هند في يوزر فتح البراوزر عندي وكتب www.yahoo.com. قلنا تاني الدي ان اس بتاعي هيروح لروت هند يقول له بقول لك ايه في يوزر عندي عايز يروح www.yahoo.com. للدقه الروت هند ما بيبقاش عنده معلومه في كل المواقع اللي موجوده على مستوى العالم، تمام؟ ف
فهيرد عليه يقول له بص انا مش عارف بالظبط المعلومه اللي انت عايزها، بس اقدر اوصلك للي يدلك. في كاس كمبيوتر واحد بس على مستوى العالم اسمه دوت كوم، في كاس كمبيوتر واحد بس على مستوى العالم اسمه دوت نت، دوت اديو. تمام. السيرفرات دي كده او الاجهزه دي بنسميها توب ليفل دومين. اسمها ايه؟ للدوت جينيريك توب ليفل دومين، لان في نوع تاني اساسا اسمه كونتري كود ليفل دومين. تمام. بمعنى بقى في كتير قوي دوت كوم، وبقى في كتير قوي دوت نت، وبعد كده طبعا كل يوم والتاني مواقع كتير جدا جدا بتظهر. تمام. فبداوا يفكروا ان هم يعملوا اسامي دومينز مختلفه، فعملوا دوت اي جي، ايجيبت يعني، دوت يو كي، دوت مش عارفه يو اس. تمام. فاللي هو دوت كوم ودوت نت ودوت اديو دول كلهم بنسميهم ايه؟ جينيريك توب ليفل دومين. تمام. لكن دوت اي جي ودوت يو كي ودوت يو اس والكلام ده دول بنسميهم ايه؟ كونتري كود ليفل دومين للدقه. تمام. فقلنا تاني الروت هنت هيقول لي بصي انا مش عارف المعلومه، بس اعرف اللي يدلك، ويديني الاي بي بتاع الجهاز اللي اسمه دوت كوم، يقوم الدي ان اس بتاعي اللي في الشركه بتاعتي يروح رايح لمين؟ لدوت كوم. يقول له بقول لك ايه، انا عايز اروح للموقع الفلاني. تمام. يروح ردد عليا يقول لي بص هو فعلا في شركه ياهو كانت اشترت مننا دومين. ما هو اي شركه في الدنيا عايزه ان هي المواقع بتاعتها والايميلات بتاعتها تتببلش، المفترض ان هي بتشتري دومين. تمام. الدومين ده اساسا قلنا ان هي بتشتري مثلا من جودادي، بتشتري من اي موقع من المواقع دي اشهرهم جودادي. تمام. شركه ياهو ذات نفسها عندها اصلا دي ان اس، يبقى ده الدي ان اس بتاع شركه مين؟ ياهو. دوت كوم هيرد عليا يقول لي هو انا ما اعرفش عنوان السيرفر اللي انت عايزاه، بس اعرف دلوقتي مين اللي يدلك، وهيديني الاي بي بتاع الدي ان اس بتاع شركه مين؟ ياهو. شركه ياهو عندها جهاز كمبيوتر هم مسمينه دب دب دب، جهاز كمبيوتر مسمينه ميل، جهاز كمبيوتر اسمه مكتوب. تمام. متهيألي بقى دلوقتي بقت اوضح بكتير من زمان، لما يبقى اساسا شركه ياهو عندها اصلا دومين مسمينه ياهو دوت كوم، وبقى في جهاز كمبيوتر مجونينه على الدومين بتاعهم ومسمين الجهاز ده دب دب دب، يبقى اسمه هيبقى دب 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 دوت ياهو دوت كوم. متهيألي وضحت زمان بقى عن ايام شرح النظري، صح؟ تمام. دايما بنقرا اصلا الاسم من تحت، دب 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 دوت ياهو دوت كوم. الروت هند دايما بنمثله بالدوت، يعني معنى كده ان اي موقع انت بتدخل عليه في الدنيا بيبقى اسمه في الاخر خالص دوت، في اليو ار ال، في الادرس اللي انت بتكتبه اصلا، بس يعني عشان ده بقى الديفولت فبيتشال، انت لو كتبته هيدخلك على الموقع عادي. تمام. بس تبقى انت عارف كويس جدا ان هو حتى لو اتشال او انت لو ما كتبتوش في الباك جراوند في دوت في الاخر، لانه دايما بيتقري من تحت. تاني دب 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 دوت ياهو دوت كوم دوت. واضحه؟ يقوم الدي ان اس بتاعي زي ما اتفقنا هياخد المعلومه اصلا بتاعه الاي بي بتاع المكنه اللي اسمها دب دب دب، ويدي المعلومه دي لمين؟ لجهاز الكمبيوتر بتاعي. جهاز الكمبيوتر بتاعي اخد الاي بي خلاص، يبدا ان هو يروح. طبعا الموضوع ده بياخد وقت طويل، صح؟ فقال لك بدل ما كل مره الف اللفه الطويله قوي دي، الدي ان اس سيرفر اللي عندي في الشركه اصلا هيكيش المعلومه. الدي ان اس سيرفر ايه؟ هيكيش المعلومه. تمام. وياخد المعلومه دي اساسا يديها للكلاينت، الكلاينت هو كمان هيكيشها. طب تعالوا نتفرج كده على الكاش الاول. صحيح. لو انا جيت دلوقتي على المكنه بتاعت التن، تمام، تعالوا نجرب كده مثلا ان انا افتح اي براوزر هنا. ماشي يا عم، ندخل انترنت اكسبلورر مثلا. هضطر ان انا ادخل بس ككلاينت، عشان طبعا الادمنستريتور اصلا في بيت الدومين بيتمنع ان هو يفتح البراوزر كنوع من السكيورتي. تمام. فهندخل هنا على تي شوت على اليوزر ال اي. مين اللي كان بيسال؟ معلش يا فتحي، يا صلاح. هو صلاح. انت كنت سالت ايه؟ ايه الانترنت اكسبلورر ده؟ ولا انا سمعت غلط؟ لو دخلت دلوقتي، انا دخلت دلوقتي بيوزر عادي عبير. تمام. لو جيت دلوقتي افتح كده مثلا اي موقع، جوجل دوت كوم مثلا،
تمام، دخل على جوجل اهو، المعلومه دي اكيد اتكريشت ولا لا؟ اتكريشت فين؟ عند السيرفر وعند الكلاينت. تمام، المعلومه اتكريشت فين؟ عند السيرفر. لو انا دخلت دلوقتي على الكونسول بتاع الدي ان اس، تمام، وجيت هنا على فيو، على فيو، وعايز اقصر هنا، مش ده دي ان اس؟ لو ظهرت هنا الادفانسد، لقيت في تابه ظهرت هنا اسمها ايه، او ايكون ظهرت هنا اسمها ايه، كاش دي لوك اب. تمام، لو دخلت كده ايه رايكم، كاش فعلا المعلومه بتاعت الموقع اللي انا دخلت عليه ولا لا؟ تمام، اقدر على فكره اي موقع من دول او اي ريكورد، ده بنسميه ريكورد بالمناسبه، سجل. تمام، اي ريكورد من دول اقدر ان انا اكليك عليه يمين واقول له ايه، ديليت. اقدر ان انا اصلا امسح الكاش ككل، كمان الكاش بتاع السيرفر، كليك يمين واقول له كلير كاش. كده كده اساسا الكاش بتاع الدي ان اس سيرفر باي ديفولت اصلا بيتمسح بعد يوم، بيتعمل له ريسيت بعد قد ايه؟ يوم. يبقى اي معلومه بتتكيش عندي على السيرفر بيكيشها لمده يوم. تمام، احنا قلنا كمان ان الكلاينت هو كمان بيكيش المعلومه، صح؟ الكلاينت بقى بيكيش المعلومه قد ايه؟ على حسب حاجه اسمها تي تي ال، على حسب حاجه اسمها ايه؟ تي تي ال. يعني ايه؟ دلوقتي مثلا انا دخلت فعلا على موقع اهو، لو دخلت دلوقتي على السي ام دي، تمام؟ عندي امر اسمه اي بي كونفج على ديسبلاي دي ان اس عشان يعرض لي الحاجات اللي متكيشه. واو، تمام؟ اكيد طبعا في الباك جراوند ممكن مثلا ممكن يكون الجهاز بتاعي كان بيعمل ابديت ولا حاجه، عشان كده ظهر لي هنا حاجات كتير. مش بس كده، ده في حاجات كتير قوي ريليتد بجوجل. انا دخلت على www.google.com بس زي ما قلت لكم قبل كده، الايكون دي ذات نفسها ممكن يكون اصلا كل موقع فيهم بيشاور على سيرفر مستقل، وعشان كده جايش لي هنا ايه؟ معلومات كتير قوي. تمام؟ طيب بصوا، بدل التوهان ده كله هنعمل حركه افضل. ايه هي؟ هقول له اي بي كونفج على فلاش دي ان اس. اي بي كونفج على فلاش دي ان اس بيمسح الكاش. لو قلت له دلوقتي ديسبلاي، تمام؟ فلاش تاني كده، ديسبلاي، مسح كل الكاش اهو. وهبنج انا بنفسي على www.google.com. خدوا بالكم انا بنكتب الاسم، تمام؟ لو قلت له ديسبلاي دلوقتي جاب لي معلومات اقل، عشان بس ايه؟ طبعا لما انا دخلت على الموقع ذات نفسه كل ايكون زي ما قلت لكم في الباك جراوند بيدخلني على سيرفرات كتير قوي، فبدل ما اتوه بنكت انا وخلاص على الموقع ذات نفسه. تمام؟ نركز مثلا على الموقع الاخراني ده، جوجل ده، تمام؟ لقيته هنا بيقول لي تي تي ال كام؟ 87. طب تعالوا اقول له تاني كده ديسبلاي تاني واشوف تاني جوجل. كتير قوي كتير قوي، ها؟ قال له ولا لا؟ ده عدد الثواني، تمام؟ ايه بقى حوار التي تي ال؟ قال لك دلوقتي السيرفر زي ما اتفقنا بيكاش المعلومه لمده يوم. الكلاينت اي موقع من المواقع دي بيبقى ليه ريكورد جوه الدي ان اس زي ما اتفقنا، سجل كده، تمام؟ السجل ده اساسا بيبقى فيه قيمه اسمها تي تي ال، تايم تو ليف، مش حاجه ثابته بالمناسبه، تمام؟ اغلبها بيبقى تلت ساعه انما مش شرط، تمام؟ فبيظهر عندي هنا في التايم تو ليف ده عدد الثواني اللي متبقيه، يعني دلوقتي ال 62 ثانيه دول مجرد ما يبقوا اكسباير الريكورد ده اصلا كله كده على بعضه هيتمسح، الريكورد ده كله على بعضه ايه؟ هيتمسح. تعالوا تاني اقول له ديسبلاي دي ان اس مثلا، لو طلعنا تاني كده على جوجل، تمام؟ لقيت دلوقتي التايم تو ليف كام؟ 11 ثانيه، تمام؟ بعد ال 11 ثانيه زي ما اتفقنا، اعتقد زمانهم عدوا دلوقتي ال 11 ثانيه على ديسبلاي دي ان اس، اعتقد كده خلاص اتمسح، ملهوش وجود، ملهوش اهو وجود، تمام؟ يبقى تاني الدي ان اس سيرفر بيكاش المعلومه لمده يوم، تمام؟ الكلاينت بيكاش المعلومه لمده على حسب الريكورد، على حسب الريكورد، اغلبهم تلت ساعه لكن مش شرط، تمام؟ اي ريكورد في الدنيا بيبقى له قيمه اسمها تي تي ال.
لو انا عايز امسح الكاش على الكلاينت عندي امر اسمه زي ما اتفقنا اي بي كونفج على فلاش دي ان اس. بالمناسبه ما عنديش طريقه ان انا امسح ريكورد معين، يعني انا دلوقتي لما قلت له اي بي كونفج على فلاش دي ان اس مسح لي ايه؟ الريكوردز كلها، تمام؟ لكن على السيرفر ممكن ان انا امسح ريكورد معين. ازاي؟ قلنا تاني جيت على فيو وظهرت عندي الادفانسد، تمام؟ وبعد كده طبعا اقف على مستوى السيرفر الاول فيو وصل الادفانسد، وبعد كده تعالى مثلا على اي ريكورد من دول انت مش عايزه كليك يمين. لا لا لا، في بعض الريكوردز بيسمح لي ان انا ادلتها وبعض الريكوردز مش بيسمح لي ان انا ادلتها، تمام؟ فاقول له كليك يمين ايه؟ ديليت. دي طريقه، تمام؟ لو انا عايز امسح الكاش كله بقى هكليك يمين اصلا على الكاش لوك اب ده واقول له هنا كلير كاش، مسح كل الكاش اهو. انا ممكن اصلا اجي على مستوى السيرفر ذات نفسه برضه واقول له هنا كلير كاش، تمام؟ مش بس كده، ده ممكن اصلا اجي هنا على الدوس عندي امر اسمه دي ان اس سي ام دي على علامه استفهام، من ضمن الاوبشنز برضه هلاقي هنا اوبشن اسمه كلير كيس، كلير سوري كيس، تمام؟ على كلير كيس، تمام؟ بي فيري كيرفول من حاجه، الامر اللي انا استخدمته ده انا بمسح بيه الكاش بتاع السيرفر، بمسح بيه الكاش بتاع ايه؟ السيرفر. ما هو الجهاز اللي قدامي ده ممكن يكون برضه شغال كسيرفر وككلاينت، يعني انا دلوقتي لو قلت له بنج على www.google.com تمام؟ بدا يربلاي اهو، اخدتوا بالكم انه طول بس شويه في الاول؟ لان المعلومه ما كانتش متكيشه عليه، صح؟ المهم تاني ان هو اداني ريبلاي. لو قلت له دلوقتي بقى اي بي كونفج على ديسبلاي دي ان اس، المعلومات متظاهره عنده اهي. خدوا بالكم اساسا الكاش ده غير الكاش ده، فلو انا عايزه امسحه دلوقتي ككلاينت هقول له اي بي كونفج على فلاش دي ان اس، انا كده مسحته ايه؟ كايه؟ ككلاينت. لكن لو جيت هنا ريفرش المعلومه اصلا عندي تحت، ظهر فوق اهي تحت اصلا الكاش ظهر التاني دوت كوم دي ان اس، تمام؟ يبقى تاني السيرفر ذات نفسه ممكن يشتغل كسيرفر وككلاينت السيرفر تاني، هو بياخد المعلومه يكايشها لمده يوم، وممكن اصلا هو برده اكيد طلب المعلومه من حد تاني فبياخد المعلومه يكايشها عنده لما انا دخلت على موقع عليه هو ذات نفسه، تمام؟ طيب نرجع هنا تاني، كون ان انا الف اللفه الطويله قوي دي قلنا ده ممكن يسبب لي في شويه ديلي، بس خصوصا لما يكون موقع اول مره ادخل عليه، فبدل الهيصه دي كلها انا ممكن اخلي الدي ان اس بتاعي يشاور على فوروردر، اعمل عليه كونفجريشن كده اسمها ايه؟ فوروردر، تمام؟ ايه حوار الفوروردر ده بقى؟ قال لك بدل ما اخليه يروح يشاور على روت هنت، روت هنت طبعا بعيد عني، تمام؟ بدل ما اخليه يشاور على روت هنت انا ممكن اخليه يشاور على دي ان اس تاني. عادة الدي ان اس التاني ده بيبقى بتاع السيرفيس بروفايدر، بيبقى بتاع ايه؟ السيرفيس بروفايدر، واصلا حتى السيرفيس بروفايدر ما عندوش قدرة كده ان هو طول ما هو قاعد يابديت الداتا بيس بتاعت المواقع اللي موجودة على مستوى العالم، ده يوميا على الأقل بيصدر 1000 موقع جديد، وعشان كده الدي ان اس حتى بتاع السيرفيس بروفايدر في الباك جراوند أرضه أصلا هو كمان أكيد بيشاور على روت هنت، تمام؟ الفوروردر ده أعمله إزاي؟ خدوا بالكم من حاجة، الروت هند انا ما عملتلوش كونفجريشن، مجرد زي ما قلت لكم جيت هنا على اسم السيرفر كليك يمين بروبرتيز لقيت فعلا عندي هنا تاب اسمها روت هند الواحده، لكن الفوروردر دي انا اللي بعمل لها كونفجريشن بايدي، فهاجي هنا على التاب اللي اسمها فوروردر واقول له ايديت، تمام؟ واديله هنا الاي بي بتاع الدي ان اس اللي هو بتاع السيرفر بروفايدر. سي انا هفترض دلوقتي ان انا هشاور على 4 8، 4 8 ده اللي هو بتاع مين؟ 4 8 ده اللي هو بتاع مين؟ جوجل، تمام؟ بلاش تضغط انتر، تاب قدر ان هو يريزولف، لان طبعا انا اديت جيت ويد للمكن بتاعي عشان اطلعه انترنت، تمام؟ قدر يوصل اهو لجوجل وجاب لي حتى الاسم بتاعه، اوكي؟ وتحت حتى بيقول لي هنا ايه؟ يوز روت هنس اف نو فوروردرز ار افيلابل، يبقى معنى كده ان دي ان اس بتاعي هيروح لمين؟ للفوروردر، تمام؟ الفوروردر اصلا انا ما اديتلوش كلمه فوروردر هيروح لمين؟ للروتينت، تمام؟ تعالوا نتاكد كده ان جهاز الكلاينت بتاعي لسه قادر ان هو يريزولف على الانترنت، لسه قادر ان هو يوصل على الانترنت.
قدر يبنك بالاسم اهو، يبقى الانترنت كونكشن لسه ايه بالاسم. واضحه؟ تمام. جهاز الكمبيوتر بتاعي لما بيطلب المعلومه من الدي ان اس سيرفر، تمام، بنقول عليها ساعات، والدي ان اس رد عليه من الداتابيس بتاعته هو اللي انا عاملاها بايدي عليه هو، تمام، ساعتها بنقول على السيرفر ده ان هو سيرفر اوثوريتيف. سيرفر ايه؟ اوثوريتيف. اوثوريتيف يعني ذو سلطه، تمام. لكن جهاز الكمبيوتر لو طلب المعلومه من دي ان اس والدي ان اس جاب لي المعلومه من فورواردر او جابها لي من الروت هيد او من الكاش، لان الكاش برده معناه ان هو في الباك جراوند كان جايبها من دي ان اس تاني او من الروت هيد، ساعتها بنقول على السيرفر ده ان هو سيرفر نون اوثوريتيف. بنقول عليه السيرفر ايه يا شباب؟ نون اوثوريتيف. تمام، ده هيفرق معانا جدا جدا كمان شويه في الترابل شوتنج ان شاء الله. تمام، كهنت بس كده بسيطه لغايه ما ناخدها بالتفصيل. عندي امر اسمه ان اس لوك اب، نيم سيرفر لوك اب، انتر. قال لي دلوقتي ان انا بريزولف من الجهاز اللي اسمه 100، تمام. عايز اعرف معلومه عن ايه؟ دب 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 مثلا دوت فيسبوك دوت كوم. قال لي مين اللي رد عليا؟ 100 + 160 = 100، ورد عليا رد نون اوثوريتيف، تمام. يبقى معنى كده ان الدي ان اس بتاعي راح طلبها من حد تاني، انا عارفه فعلا ان هو طلبها من الفروات اللي هو 4 8 اللي انا لسه حطاه، وجاب لي برده المعلومه بتاعت فيسبوك. وقلنا تاني قبل كده اصلا ان اي موقع انتوا بتدخلوا عليه بيبقى اسمه في الواقع طويل قوي كده، وبيعملوا له الياس. الياس يعني اسم بسيط شورت كات، هنعمله النهارده ان شاء الله، تمام. اسم بسيط ادخل عليه، لان احنا عاملين الدي ان اس عشان نسهل على نفسنا، مش نصعبها والاقي نفسي دخلت على حاجه بالاسم الطويل قوي ده. وطبعا فيسبوك اصلا ليه اي جي فيرجن 6 وليه اي جي فيرجن 4، تمام. تعالوا نشوف موقع تاني مثلا دب 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 دوت ياهو دوت كوم، نفس الكلام. السيرفر بتاعي رد عليا رد نون اوثوريتيف، ده اسم اليهو الاصلي وده الاليس الاسم البسيط بتاعه، دي الاي بيات بتاعته فيرجن 6 ودي الاي بيات بتاعته فيرجن 4، تمام. طيب انت كمان دلوقتي جهاز الكمبيوتر لما بيطلب المعلومه من دي ان اس متوقع ان مين اللي هيرد عليه؟ هو ذات نفسه، صح؟ تمام. الدي ان اس سيرفر لو هو مش عنده المعلومه قلنا ان هو بيطلبها من حد تاني، تمام؟ فبيستنى هنا او بيطلب المعلومه بنظام كده بنقول عليه كويري. كون ان كلاينت يطلب المعلومه من حد او السيرفر طلب المعلومه من حد تاني بنقول ساعتها على الطلب ده اسمه كويري. كويري يعني استعلام، تمام؟ ففي عندي نوعين من الكويري، اتريتيتف. اتريتيتف كويري معناه ان السيرفر مش مستني رد نهائي، ممكن يقبل ريفيرال، ممكن يقبل ريفيرال. يعني ايه ريفيرال؟ يعني مثلا سيبكم الروت هنت ده بقى دلوقتي، افترض ان هو مش موجود، تمام، وافترض اصلا ان الدي ان اس سيرفر بتاعي كان بيطلب المعلومه من الروت هنت، تمام. الروت هنت هيرد عليا بايه؟ بالرد النهائي؟ لا، ده رد عليا اساسا قال لي روح اساليه دوت كوم، تمام. اتريتيف كويري زي ما اتفقنا معناه ان انا عندي استعداد اقبل ريفيرال. ريفيرال ريفيرال معناه حد تاني هروح اساله، حد تاني ايه؟ هروح اساله، تمام. طيب الكلاينت بقى اتفقنا لو طلب المعلومه من دي ان اس مستني ان دي ان اس هو ذات نفسه اللي يرد عليه، صح؟ ساعتها دي ان اس اصلا ده او نوع الكويري، الكلاينت نوع الكويري اللي بيبعته للدي ان اس سيرفر بنسميه ريكيرسيف. بنسميه ايه؟ ريكيرسيف. ريكيرسيف قلنا تاني معناه ان الكلاينت متوقع الرد من الدي ان اس ده. اتريتيف كويري معناه ان انا مش متوقع ان هو يرد عليا برد نهائي، هقبل منه ريفيرال، هقبل منه ايه؟ ريفيرال، تمام. اخر هنت بقى كده، الدي ان اس كنا قلنا اصلا ان هو شغال على بورت 53، ممكن تي سي بي وممكن يو دي بي. لو الكلاينت طلب المعلومه من الدي ان اس سيرفر ذات نفسه بنقول عليه ساعتها ان هو بيشتغل على بورت 53 يو دي بي. لكن لو الدي ان اس سيرفر مش عنده المعلومه وراح طلبها من الدي ان اس سيرفر تاني بيطلبها تي سي بي. بيطلبها ايه؟ تي سي بي. في اي مشاكل في الجزء ده؟ اوقف الفيديو بعد كده اسمع.